بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بك في هذا الفيديو التعريفي عن السوق الأمريكي. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نتطرق إلى عدة نقاط، من ضمنها النظر إلى المؤشرات، وأيضا النظر إلى عدة مواقع التهم المتداول في البورصة الأمريكية. طبعا أول موقع يهمنا موقع ياهو فاينانس. ياهو فاينانس طبعا الموقع الرسمي أو الصفحة الرئيسية لموقع ياهو فاينانس، مثل ما انتم شايفين اليوم الاثنين نوفمبر 24، الساعة الآن تقريبا 11:30 توقيت نيويورك صباحا. طبعا المؤشرات العامة اس ان بي 500 والداو جونز وايضا الناس داك. طبعا الاس ان بي 500 المؤشر يحتوي على اكبر 500 شركة كقيمة سوقية في السوق الامريكي. طبعا القيمة السوقية لأي شركة عدد اسهمها المصدرة ضرب سعرها الحالي يعطينا القيمة السوقية. فلو افترضنا هناك شركة سعرها 10 دولار الآن ولديها 10 مليون سهم، فحاصل ضرب 10 مليون ضرب في 10 دولار سعر السهم يعطينا 100 مليون. فالمئة مليون دولار هذه هي القيمة السوقية للشركة. فأكبر 500 شركة كقيمة سوقية مندرجة تحت الـ S&P 500. الداو جونز يحتوي على 30 شركة، ولكن الداو جونز ينظر إلى الشركات نظرة أخرى غير الـ S&P 500. الداو جونز ينظر للقيمة السوقية، ينظر لشهرة الشركة، التداولات لهذه الشركة، تاريخ الشركة، وأيضا ينظر إلى تاريخ تأسيس الشركة. فهناك عدة أمور ينظر لها الداو جونز لإدراج يعني أحد 30 شركة تحت المؤشر. من ناحية الناسداك، الناسداك يعتبر مؤشر قطاع التكنولوجي. طبعا الناسداك يحتوي على أكثر من 2900 شركة تندرج تحت الناسداك. فمثل ما انتم شايفين 4737، طبعا هذا متوسط السعر. طبعا متوسط السعر لـ S&P 500 لو جمعنا أسعار الـ 500 شركة حاليا الآن، نجمع الأسعار للـ 500 شركة ونقسم الناتج على 500 يعطينا متوسط 2066. طبعا نفس الشيء للداو جونز 30 شركة والناسداك 2900 شركة تقريبا. طبعا الأسعار في موقع ياهو فاينانس، الأسعار هذه جميعها مباشرة، الأسعار مباشرة ولا تحتاج فيها أي تسجيل في الموقع أو اشتراك. خدمة مجانية يقدمها ياهو فاينانس، طبعا خدمة جدا ممتازة. الآن لو افترضنا نريد النظر إلى أحد الشركات، فلنفرض شركة مايكروسوفت MSFT. شركة مايكروسوفت طبعا مثل ما انتم شايفين شركة مايكروسوفت سعرها حاليا الآن 47.72 سنت. طبعا الملخص هنا جدا ممتاز للبريفيوس كلوز، إغلاق الأمس كان 47.98، افتتاح اليوم 47.97، العرض والطلب، الفيرست يير تارجت استيمس طبعا السعر المستهدف للشركة خلال سنة، البيتا 0.73. طبعا البيتا معناته تحرك المؤشر العام بنقطة، أي تحرك مايكروسوفت 0.73. فكل ما تحرك المؤشر نقطة واحدة إيجابيا تحرك مايكروسوفت 0.73. الإيرنينج ديت موعد إعلان الشركة للقوائم المالية متوقع له من 21 جانوري إلى 26 جانوري، ما بين 21 و 26. الديز رينج طبعا الأعلى والأدنى، أعلى سعر سجله اليوم 48، أقل سعر سجله 47.39. 52 ويك رينج طبعا 52 أسبوع، خلال السنة أقل سعر كان 34.63 وأعلى سعر كان 50.5 سنت. التداول الآن 13 مليون سهم و407 ألف، متوسط تداول 3 أشهر 34 مليون. الماركت كاب أو القيمة السوقية للشركة 393 مليار. البي إي أو مكرر الربحية 18.70. الإي بي إس العائد على السهم دولارين و55. الديفيدنز اند ييلد طبعا
العوائد اللي تدفعها شركة مايكروسوفت لمساهميها دولار وفاصلة 24 سنت. طبعا دولار فاصلة 24 سنت كمجموع سنوي، لو أردنا أن نعرف بالربع، دولار فاصلة 24 تقسيم 4، العوائد الربعية 31 سنت من شركة مايكروسوفت. الآن لو أردنا النظر إلى الأوبشنز أو العقود عن طريق أوبشنز، طبعا مثل ما انتم شايفين الاسترايك برايس اخر سعر تنفيذ العرض او الطلب 11.10 او العرض 12.95. طبعا تستطيع التغيير من هنا حسب المدة اللي تبحث عنها، ديسمبر او جانيوري 2015 طبعا الين جانيوري 2017. طبعا احنا نتكلم هنا عن الكول، البوت أسفل الصفحة بوت، الآن لو أردنا النظر إلى الهيستوريكال برايسز أو أسعار مايكروسوفت، نضغط على هيستوريكال برايسز طبعا يعطينا الأسعار أمس وقبل أمس. طبعا تستطيع النظر إلى الأسعار من تاريخ 13 مارس 1986 حتى الآن. طبعا تقدر تحدد المدة من هنا، تبغى تحدد المدة مثلا سنة أو شهر. بعد كذا نوفمبر 21 كان السهم افتتاحه 49.02 سنت، أعلى سعر سجله 49.05، أقل سعر إغلاقه كان 47.98، والتداول كان 42,883,000. بالنسبة للبروفايل يهمنا جدا البروفايل، طبعا البروفايل يعطينا معلومات عن الشركة ونشاط الشركة، أيضا عدد الموظفين والقطاع اللي تشتغل فيه الشركة. طبعا مايكروسوفت كوربوريشن يونايتد ستيتس الولايات المتحدة الأمريكية، المدينة ريد مونت، رقم الهاتف، موقع الشركة، طبعا عدد موظفين الشركة 128,000، في أي قطاع الشركة؟ قطاع التكنولوجي. طبعا بعد كذا شرح أو البيزنس سامري، شرح لنشاط الشركة كاملا. بعد كذا نقدر نشوف الكي اكسكيوتيفز اللي هم المدراء التنفيذيين للشركة، السي اي او سيتي نديلا 47 سنة عمره، مرتبه السنوي 4,530,000 دولار. أيضا بعض المدراء التنفيذيين. بعد كذا الكي ستاتستكس، الكي ستاتستكس يهمنا في النظرة المستقبلية للشركة طبعا، وعدة أمور أخرى، عدد أسهمها وأيضا الملاك. طبعا أنتم شايفين الفورورد بي إي، الفورورد بي إي 2016 نظرة مستقبلية لشركة مايكروسوفت إلى 2016. طبعا مقر الربحية متوقع يكون 15.19. التريدنج انفورميشن معلومات التداول، طبعا 52 اسبوع تغيير كان 27.47% مقارنة بالاس ان بي 500 52 اسبوع 14.48. طبعا معناته انه لو كنت مستثمر في مايكروسوفت قبل سنة الى حد اليوم عائد استثمارك راح يكون 27.47%. اما لو كنت مستثمر في الاس ان بي 500 كمؤشر عام كان عائد استثمارك 14.48%، فطبعا مايكروسوفت كاستثمار كان افضل من الاس ان بي 500. طبعا اعلى سعر سجله مايكروسوفت كان في نوفمبر 14 2014، واقل سعر سجله مايكروسوفت كان في جانيوري 14 2014. ال 50 داي موفينج افريج اللي هو متوسط 50 يوم 46.58، متوسط 200 يوم 44.05، بعد كذا متوسط تداول 3 أشهر 34 مليون، متوسط التداول 10 أيام 27 مليون. الأسهم المصدرة من شركة مايكروسوفت 8,240,000,000. الفلوت الأسهم المتداولة 7,600,000,000.
الهيلد باي انسايدرز، طبعا الهيلد باي انسايدرز معناتها الاسهم اللي ماسكينها موظفين الشركه، فموظفين الشركه مستحوذين على تقريبا 8%. الهيلد باي انستتيوشنز او الاسهم اللي مستحوذ عليها من صناديق الاستثمار 71%. بعد كذا الشيرز شورت، شيرز شورت اللي هي الاسهم المبيوعه على المكشوف 84 مليون سهم بما نسبته 1.10. بعد كذا البوك فاليو القيمة الدفترية 10.92 دولار. الآن لو أردنا النظر إلى الـ Analyst Opinion، طبعا الـ Analyst Opinion يعطينا رأي المحللين في الشركة، طبعا رأي المحللين في الشركة وعددهم كم محلل. طبعا انتم شايفين الـ Number of Brokers عددهم 29، 29 وسيط. الهدف او اقل هدف متوقعينه 34، واعلى هدف متوقعينه 56، الميدن تارجت 50، والمين تارجت 49.10. طبعا الاعلى 56 والاقل 34. بعد كذا نقدر نشوف الريكومنديشن ترندز او مؤشر التوصيات، مؤشر التوصيات لهذا الشهر 0، ولكن الشهر الماضي كان فيه 5 شراء بقوة، 10 شراء، و17 محلل تمسك في السهم. طبعا اندر بيرفورم 3 اشخاص متوقعين له انه حيكون اداؤه اقل من المتوقع. انا لو اردنا النظر الى الميجر هولدرز او الملاك الرئيسيين بالشركة عن طريق ميجر هولدرز، الاسم بالمر ستيفن 333 مليون سهم سجلت في اغسطس 19 2014. جيتس ويليام 277 تقريبا 278 مليون سهم سجلت في اكتوبر 31 2014. بعد كذا نقدر نشوف الملاك من صناديق الاستثمار والمؤسسات الاستثمارية، مثل ما تشايفين الشركة الأولى فانغارد تملك 411 مليون، الشركة الثانية كابيتال وورلد تملك 349 مليون، طبعا وتاريخ صفقاتهم أو الصفقة اللي تمت. طبعا الانسايدر ترانزاكشن، انسايدر ترانزاكشن معناتها عمليات الداخلية او عمليات البيع الداخلية اللي تمت من موظفين الشركة. فيوم 31 اكتوبر 2014 جيتس ويليام باع 3,200,000 سهم على سعر 46.76 اجمالي 149 مليون دولار. وأيضا نفس الشخص يوم 30 أكتوبر باع 4,300,000. بعد كذا الهود إيمي في أكتوبر 27,689 سهم كان إجماليها 77,000. طبعا لست طويلة ولكن تبين لنا الموظفين الداخليين للشركة وإيش قاعد يحصل مع الشركة سواء شراء أو بيع من الموظفين. بعد كذا الانكم ستيتمنت أو قائمة الدخل، الانكم ستيتمنت لشركة مايكروسوفت. طبعا قائمة الدخل تستطيع أن تنظر لها كوارترلي ربعيا أو أنيوال، اللي احنا الآن على أنيوال سنوي 2012 2013 2014. طبعا جميع الأرقام هنا تضيف عليها 3 أصفار لأنه all numbers in thousands، جميع الأرقام بالآلاف. طبعا مثل ما انتم شايفين النت انكم صافي الدخل سنة 2012 2013
13 و 2014 16 مليار، 21 مليار، وبعدين 22 مليار دولار. بعد كذا البالانس شيت أو المركز المالي للشركة، طبعا البالانس شيت يعطينا الأصول، إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات وأيضا حقوق الملاك. فمثل ما انتم شايفين التوتال اسيتس اجمالي الاصول 121 مليار في سنة 2012، 142 مليار 2013، 172 مليار 2014. اجمالي الالتزامات ايضا 54 مليار 2012، 63 مليار 2013، و82 مليار 2014 2013 2012. ف 2014 كانت 82 مليار و600 مليون. حقوق الملاك 66 مليار 2012، 78 مليار 2013، 89 مليار 2014. بعد كذا الكاش فلو، التدفقات النقدية لشركة مايكروسوفت. طبعا التدفقات النقدية اللي يهمنا، طبعا من التدفقات النقدية دائما التدفقات النقدية من العمليات. فمن العمليات كان 31 مليار 2012، 28 مليار 2013، بعد كذا 32 مليار 2014. بعد كذا أهم شيء عندنا في الصفحة الرئيسية لموقع ياهو فاينانس، الآن لو أردنا النظر إلى الأسهم الأكثر ارتفاعا، الأكثر هبوطا، والأكثر نشاط، طبعا حاليا الآن أنا مثل ما ذكرت أول، الأسعار جميعها مباشرة من السوق إلى موقع ياهو فاينانس. فذهب إلى ماركت ديتا، نضغط على ماركت ديتا، تفتح معانا الصفحة هنا اللي يهمنا فيها طبعا الماركت موفرز. الماركت موفرز يندرج تحتها موست أكتيف الأكثر نشاط، والجينرز الأكثر ربحية، واللوزرز الأكثر خسارة. طبعا لو ذهبنا للموست اكتف الاكثر نشاطا، اول شركه اكثر نشاط شركه بي بي ار، طبعا اكثر نشاطا اعتمادا على التداول، مثل ما تلاحظين 27 مليون سهم. الشركه الثانيه بي اي سي، بنك اوف امريكا، تداول 20 مليون، وهكذا. طبعا اذا اردت النظر الى اكثر من خمس شركات تستطيع ذلك بالضغط على كلمه مور، تندرج ايضا خمس شركات اضافيه. شركات الجينرز، الشركات المرتفعة الآن، شركة ار ان اي ارتفاع ب 62%، تداول 4 مليون. السهم الثاني اي سي ال دي دبليو، ارتفاع 43%. طبعا مثل ما انتم شايفين الارتفاع بالنسبة، فترتيب القائمة هنا بالنسبة. ايضا نفس الشيء للوزرز او الاكثر خسارة، او اتش جي اي خسارة ب 11%، الشركة الثانية اي اكس بي دبليو 9%، وهكذا. طبعا الاسعار مباشرة من السوق. طبعا هذا بالنسبة لموقع ياهو فاينانس واللي يهمنا في موقع ياهو فاينانس. طبعا نظرنا الى الملخص للشركة، ايش اللي يهمنا في الملخص. بعد كذا الكي ستاتستكس، ايضا نظرنا الى كيفية الحصول على اسعار الاوبشن، نظر الى القوائم المالية، الملاك للشركة، نشاط الشركة، عدد اسهمها. معلومات جدا مهمة، جدا مفيدة للمتداول. الموقع الثاني اللي يهمنا موقع ناسداك، موقع ناسداك دوت كوم. طبعا موقع ناسداك دوت كوم يهمنا في النظر الى الاسهم ما قبل الافتتاح وما بعد الاغلاق. فلو افترضنا نبغى نشوف الاسهم ما قبل الافتتاح، طبعا مثل ما انتم عارفين بالسوق الامريكي هناك تداول قبل افتتاح السوق، يعني قبل افتتاح السوق باربع ساعات مسموح التداول في البورصة. فلو نظرنا الى الماركت بعد كذا بري ماركت اكتيفيتي، نضغط على بري ماركت اكتيفيتي، اسهم ما قبل الافتتاح او النشاط ما قبل الافتتاح. بعد كذا جينا للستة، مثل ما انتم شايفين ال most active الأكثر نشاط، أكثر نشاط شركات الأكثر نشاط قبل الافتتاح، تقريبا 10 شركات. فبعد كذا الأسهم المرتفعة قبل الافتتاح، طبعا
طبعا سعر الارتفاع 7 دولار، النسبة 65%، وأسهم متداولة 807,000 سهم. أيضا النظر إلى الأسهم الأكثر خسارة قبل الافتتاح، طبعا بعد كذا نقدر نشوف الأسهم ما بعد الإغلاق. طبعا السوق الآن مفتوح، ولكن بعد الإغلاق تستطيع النظر إلى الأسهم ما بعد الإغلاق، وحيجينا إن شاء الله نفس القائمة هذه بالضبط تشاهد فيها الأسهم ما بعد الإغلاق. بعد كذا موقع بار تشارت. موقع بار تشارت مهم للمحلل الفني. طبعا مثل ما شايفين القائمة فيها عدة خيارات، ولكن اللي يهمنا ستوكس الأسهم. نضغط على ستوكس. بعد كذا يعطينا المومنتوم، قائمة هنا المومنتوم، نيو هاي لوز، 52 هايز، طبعا الشركات اللي سجلت أعلى سعر خلال السنة، 52 لوز الأسهم اللي سجلت أقل سعر خلال السنة، أول تايم هايز الشركات اللي سجلت أعلى سعر في تاريخ الشركة، من تاريخ تداول الشركة أعلى سعر من تاريخ تداول الشركة، ونفس الشيء أول تايم لوز أقل سعر من تداول الشركة. الفوليوم ليدر اللي هم الأكثر نشاطا من ناحية التداول كأسهم، تداول أسهم. بعد كذا نقدر نشوف الجاب اب، الاسهم اللي فتحت جاب اب، الاسهم اللي فتحت جاب داون، يعني معلومات جدا مهمه جدا مفيده للمتداول اليومي. فلو فرضنا نظر الى، خلونا ننظر الى 52 اسبوع هاي، الشركات اللي سجلت اعلى سعر خلال السنه. طبعا القائمه هنا تقدر تعدل، سواء تبغى النظر اليها عن طريق التغير النقدي او التغير المئوي. فلو اردنا النظر الى التغير النقدي نضغط على تشينج، طبعا ترتب عندنا بالتغير النقدي 12 دولار 7 دولار 6 دولار وهكذا. لو اردنا النظر اليها بالتغير المئوي نضغط على بيرسنت، 61% 20% 8% وهكذا. طبعا مثل ما شايفين اسامي الشركات او الرموز للشركات متداولة. طبعا نفس الشيء ال 52 لوز اللي هم سجلوا اقل سعر خلال السنة، لو رتبناهم على النسبة المئوية أو رتبهم على نسبة التغير. بعد كذا الجاب أب، الأسهم اللي فتحت جاب أب. طبعا جاب أب 10 دولار و47، يعني الشركة فتحت 10 دولار و47 عن إغلاق الأمس. فإغلاق الأمس يعني لو كنا نحسبها 73، حاليا السعر 73.86، ولكن السهم فتح على 10 دولار و47، أكثر من إغلاقه في يوم أمس. طبعا نفس الشيء تقدر ترتبهم على الجاب أب أو تقدر ترتبهم على التشينج، بالضغط على التشينج. لو ضغطنا على التشينج مثلا ترتب عندنا 12 دولار 7 دولار 4 دولار وهكذا. ونفس الشيء أيضا للجاب داون، الأسهم اللي فاتحة جاب داون، نسبة الجاب داون اللي فتحت عليه الشركة $1.28 عن إغلاق أمس. فمعلومات جدا مفيدة، يعني في ناس كثير تبني استراتيجياتها بالبحث عن الأسهم اللي مسجلة سعر سنوي جديد أو سعر سنوي، يعني أقل سعر سنوي لها. أيضا الجاب أب والجاب داون جدا معلومات مفيدة جدا جدا، يعني سهل الوصول لها. طبعا الأسعار في شركة بار شارت او موقع بار شارت، الاسعار هنا متاخره 15 دقيقه، ولكن تقدر ترجع الموقع ياهو فاينانس تنظر للسعر مباشره. يعني مثلا شركه اي اس ام ال سعرها الان 103.46، فلو ذهبنا الى موقع ياهو فاينانس، موقع ياهو فاينانس نضع اسم الشركه اي اس ام ال، طبعا سعرها حاليا الآن مباشر 103.55، ولكن عندي هنا في بار شارت 103.43 بسبب التأخير 15 دقيقة.
طبعا هذه المواقع اللي تهمنا في تداولاتنا اليومية في البورصة الأمريكية، أتمنى أنه كل شيء واضح، أتمنى أنها تفيدك أنت في تداولاتك اليومية. طبعا أهم شيء، أهم موقع طبعا موقع ياهو فاينانس. موقع ياهو فاينانس الأسعار جد يعني جدا سهل الوصول لها مباشرة من السوق، الأخبار الرئيسية دائما في الصفحة الرئيسية، الأسهم الأكثر ارتفاع والأكثر هبوط. طبعا لو أردت النظر إلى إعلان الشركات أو جدول إعلان الشركات لقوائمها المالية، لو ذهبت إلى ماركت ديتا، لو ضغطنا على ماركت ديتا الآن، نضغط على ماركت ديتا أسفل الصفحة جينا قائمة مور ماركت ستاتس، طبعا آخر خيار ايرنينجز كالندر. لو ضغطنا على ايرنينجز كالندر راح يعطينا جدول اعلانات الشركات. طبعا مثل ما انتم شايفين اليوم نوفمبر 24، الشركات اللي راح تعلن اليوم الرمز للشركة، العائد المتوقع وموعد الاعلان بيفور ماركت طبعا قبل الافتتاح، وافتر ماركت بعد الاغلاق. طبعا اذا اردت النظر الى نوفمبر 25 او نوفمبر 26 او حتى النكست ويك الاسبوع القادم تستطيع ذلك، تنظر للشركات اللي راح تعلن. فجدا المعلومات هذه مفيدة